زي ما انت بقى كده. فراحت ما رجعتش عليها تاني. ده الكلام ده يوم ايه؟ الكلام ده كان يوم الجمعه. وهي طالعه من الكنيسه. فانا دلوقتي انا مش عارف اتصرف اعمل ايه. طيب. في بس موضوع مهم؟ تعالى كده اجي لو انت بس دقيقه واحده نسجل. طيب كمل. انت يعني انتوا عملتوا محضر في الاسم؟ عملنا محضر في الاسم. واتهمتوا الشخص ده؟ اتهمنا الشخص ده. ده وعد الرحمن. اشمعنى الشخص ده؟ لان هو في ناس شافته. في ناس شافته. في ناس شافته. في ناس شافته يا بيه. ايوه. وكان في شاهده في واحده. والكلام ده ما يهمش. في المحضر برضه. المحضر بيقول ان في اربعه كانوا اربعه وخطفوها. هنسمعه. المحضر الاسم بيقول ان في اربعه خطفوها. القوة الجبرية في عربية. من ساعتها والواد ده غير في نفس التوقيت اللي البنت اتخطفت بعده. وعمه اتصل بعمه وقال له ما تدورش عليا خلاص على كده مش هتشوف خلاص ما تدورش عليا. ومن وقت التوقيت اللي الواد تغير فيه البنت الواد اللي راح مراحل الدراسه ساب الجاكيت بتاعه عند زمايله راح عمه وراه يسال على عند زمايله قال له زمايله قالوا له ودي الجاكيت بتاع بيدينا وخد الجاكيت واتصل بيه وقال له ما تدورش عليا الواد متغيب من ساعه الحادثه احنا عايزين نعرف بنتين راحت فين انت بتطلب من الجهات المعنيه والامنيه بنتين راحت فين فين بقى الله اعلم بقى بيها اتجوزت بنت عايزين تعرفها اتجوزت عايزين نعرفها عايشه ميته عايزين نعرفها ميته عايزين نعرفها ما دخلتش الدين الاسلام عايزين نعرفها انا فلاح ودول اهل البلد والناس وده وده عمها وده ابن عمها ناس يا بلد فلان ولا عبد هذا خليل وده وده كان خطيب اهو يعني كان في خلافات او حاجه زي كده حياه عاديه يعني لا مين اي حاجه خالص لحد اليوم اللي بعد كده لا حد فيش روح كده اليوم خلينا اللي فينا هنزل يعني انت برضه زي والدها بتطالب الجهات المسؤوله لحد ما مشيت في اليوم اللي هو بيتكلم عنه اخر يوم اخر يوم اتكلمت مع والدها اخر يوم اتكلمت مع والدها هو معاه غير كده مفيش اي خلافات بدليل ان الاجازه اللي فاتت حدد ميعاد الفرح بتاعه فرحه مشهور طبعا انا بكلمها على طول كل يوم تقريبا الساعه 9 واتفقنا لما ننزل عندنا فرح عندنا في حد فرح فرحهم في شهر 7 وهي قالت ان خطيبها ذهب على التكنيك في واحد اللي جاي ايوه بس في واحد اللي جاي النهارده وقال لي هجيب ذهب عليه كانت مبسوطه وفرحانه 100 100 اي حاجه اللهم ان ربنا يوفقكم وهو ما جاش في اي مشكله